يوم الجمعة اللي جاية لحفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت. بس خليني أتكلم في موضوع أيضا في غاية الأهمية. أسعدني جدا الخبر ده امبارح. الخبر بيقول إيه بشكل رسمي؟ خلاص اللجنة القضائية المشكلة بقرار من سيادة المستشار عمر مروان وزير العدل انتهت من صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد. قانونين كان نفسي يطلعوا في المجلس قبل ما يقفل ولسه يفتح تاني في شهر 10. بنتكلم على بالنسبة لي أنا شخصيا التصالح، كان بالنسبة لي ده مهم قوي أنه كان يطلع بس ما طلعش، والأحوال الشخصية كان بالنسبة لي أنه يطلع وما طلعش. دول أنا مهتمية بيهم جدا. لكن الأخبار مفرحة جدا زي ما قلت لحضراتكم أنه اللجنة القضائية المشكلة تقريبا خلصت. أبرز محاور قانون الأحوال الشخصية إيه اللي موجود في وزارة العدل اللي قلت لحضراتكم؟ خلص توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كل منهم في الثروة المشتركة اللي تكونت فترة الزواج. القانون نظم عملية الرؤية انه الزوج اللي ما يدفعش النفقة مش هيسمح له بالرؤية. اضافة مادة متعلقة بالاستضافة لمدة يوم او يومين عفوا او ثلاثة في الشهر. عالج الامور المتعلقة بمصاريف التعليم وضمان استمرار تعليم الاطفال في المستوى التعليمي اللي كانوا عليه قبل الطلاق. يعني أنا حاولت أقول لحضراتكم أهم ما في هذا الخبر، لكن محتاجين متخصص يشرح هذا الكلام. برحب معي على التليفون بالأستاذة نهاد أبو القمصان. مساء الخير يا فندم. أهلا بك يا أستاذة عدلة، مساء الخير. أنت عاملة شغل جامد على صفحتك على فكرة، وأنا متابعاكي ومستمتعة باللايفات اللي أنت بتعمليها. والله انا كنت هبعت لك على التليفون بس دلوقتي بس افتكرت ان انا فرصه اقولها لك على الهواء. ايه الجمال اللي انت عاملاه على صفحتك ده يا استاذ؟ حبيبتي والله عينك جميله وبتشوفي كل الناس جميله زيك. لا انت جميله وحواراتك في اللايفات مع الناس والبساطه والتعامل والشاي بلبن والساحل، اللي عامله شغل. انا بديكي دلالات بس عشان تعرفي ان انا متابعه. ده يسعدني جدا. بينا كبيره حبيبتي. العفو حبيبتي العفو، بينا التليفون مهم نتناقش في حاجات كتيره يا استاذه. لا ان شاء الله. ايه رايك في الكلام اللي انا قلته ده والخبر اللي طلع امبارح؟ انا اسعدني جدا بس مش بصادر عليكي. قولي لي رايك ايه؟ المؤشرات تسعد الحقيقه. لانه احنا ما عندناش صوره كامله على القانون لسه لم يطرح. لكن المؤشرات دي بتقول انه اللجنه سمعت كل الناس فعلا وخبره حقيقيه وحاطه قضيه في الارض. يعني احنا عندنا خطة ده في الارض بمعنى انها متصلة بالناس. نعم. خبرة واقعية من واقع الميدان يعني. ايوه ايوه. يعني اللي انت اتكلمت عليه فكرة انه الطلاق لازم يبقى موثق، لانه توثيق الطلاق كما هو توثيق الزواج. معنى كده اشرحي لي بقى الطلاق الشفوي معنى ايه؟ معنى كده انت عايز تطلق وشايف لا يعتد بيه خلاص. مش هيعتد بيه. آه. لازم توثقه. طب ده يترتب عليه ايه؟ أي. يعني ممكن حد يقول لك طب وماله انا هطلق وامشي. وماله حبيبي، ما حدش هيمسكك من ايدك يعني ويجبرك على حاجه. انما ده معناه انك ملزم بالانفاق. ده معناه انها لو حملت يعني بعد الشر كده بعيد عنك، انت هتلبس العيل غصب عنك لان انت زوج. لا ده معناه انه لو حضرتك لا قدر الله توفيت، ده معناه انها هتورث. وبالتالي هيبقى من مصلحه الرجاله قبل مصلحه الستات انه لو انقطع بنسميه ايه، لو انقطع النصيب ما بينهم. ايوه. تتعامل مع بعض برقي وباحترام. الله نفسي. ومفيش حد يعلق حد او يتعامل معاه على انه شيء سببه. ايوه. لا. أي. انت زي ما دخلت يا ابن الناس البيوت من ابوابها
تخرج بالمعروف برضه بالمعروف يعني ما ينفعش تدخل من الباب. فانسان محترم من عائله محترمه وتخرج من الشباك هربان كانك حرامي. صحيح. يعني فهي في جزء قانوني ينظم علاقات وفي جزء انساني اخلاقي يحافظ على الود والفضل ما بين الاثنين عشان العيال كمان. طبعا ده طبع. مهم. طيب بمناسبه الولاد خليني انا هناشك في كل حاجه، انا عارفه انك على الطريق ولو الخط قطع يعني مقدر ده. ده انا جايه من اسيوط، خدي بالك كنت مع حبايبي يعني غير الشغل القانوني بتضامن في الموجه الحره مع سعيد مصر، انا جايه على الطريق من اسيوط. الله حبيبتي تيجي بالف سلامه يا رب، تيجي بالف سلامه. طبعا درجه الحراره انت ماشيه فيها حاجه و80 ها؟ تقريبا كده. بصي بقى يا نيات، قال لك عالج القانون الامور المتعلقه بمصاريف التعليم وضمان استمرار تعليم الاطفال في مستوى التعليم اللي كانوا عليه قبل الطلاق. بصي دي حاجه مهمه جدا جدا لحمايه الاطفال والمصلحه الفضلى للاطفال. تمام. لكن يظل دايما عندنا لكن. ماذا لو الاب تعثر حقيقي مش بيمثل باطفاله؟ لو في مشكله حقيقيه. انا لازم الدوله تديني اليه ان يدخل بقرض تعليم للولاد ده يسدد على مدى طويل وبلا فوائد. انا قضيتي كلها انه ممكن اعمل قانون عظيم ويفضل حبر على ورق لانه الله غالب. لا تنفيذه صعب. آلية التنفيذ للكلام ده هتبقى ازاي؟ هو اللي بيحصل عمليا دلوقتي هو مأساة وتعريض حياة وعلم وتعليم الاطفال لخطر. يعني انا اللي بيحصل دلوقتي ايه؟ الام تدفع المصاريف وبعدين تاخد الايصال وبعدين تروح ترفع قضية نفقة تقعد بيها في المحكمة سنة ولا سنتين عقبال ما يجي لها. طب السنة اللي بعدها خلاص اعتمد الكلام ده، لا نرفع القضية. فخلال تعليم الطفل لو انفصلوا الطفل ده في كيجي مثلا ما قبل المدرسة، هي الام مضطرة ترفع 18 قضية علشان مصاريف التعليم على مدار حياة الطفل. طيب علشان انا اخلص الكلام ده كدوله واقول والله انا مش هعرض الطفل ولا الام لهذه الماساه، ايه اليه التنفيذ؟ عشان مش هفرح بنص، انا مش هفرح اليه التنفيذ، وده الجزء الاجرائي في القانون. تمام. هتدخل الدوله في بصندوق الاسره بتاعها ده تحل محل الاب المعصب او حتى بس مش راضي يدفع، فهتحل محله وتنفذ بسلطتها في التنفيذ الاداري، والدوله عندها سلطات واسعه في موضوع التنفيذ الاداري لانها تقدر تنفذ بلا حكم محكمه، فكدين للدوله مش كدين للام. ده اللي يسعدني اكتر، يعني يسعدني طبعا النص رائع. تمام. يسعدني اكتر ان انا اشوف اليه التنفيذ واشوف الدوله هيبقى دورها ايه. تمام. طيب جزئية تاني بخصوص الرؤية، عدم السماح لمن يرفض دفع النفقة لأبنائه من رؤيتهم. بصي الموضوع ده مهم وفي نفس الوقت عايز مراجعة. ليه؟ لأنه لو أنا عندي أب هو ما بيدفعش رؤية لأولاده، ده معناه أنه هو مش حاسس بيهم، ده معناه أنه بيعرضهم للخطر وخطر الجوع. يعني مفيش الطفل كل 6 ساعات محتاج ياكل. مفيش طفل بنحطه في شنطه ونقفل عليه ونقول والله اصل احنا ما معناش فلوس دلوقتي. طب تمام. فده معناه ان مؤشر ان الاب ده مش معني باولاده وبالتالي مش هيموت على الرؤيه يعني. يفضل برضو فكره انه ما الرؤيه دي حق للطفل كمان. يعني لو احنا بنتكلم هنا ان احنا الاب المهمل من ان هو يشوف اولاده ماذا عن حق. طب وضع الطفل ايه؟ ده سؤال مهم جدا، سؤال مهم. الطفل هنا من حقه انه يشوف ابوه ومن حقه انه يحس انه له اب. يبقى انا السؤال عندي لازم ابحث برضو ان الاب ده هل مستخسر في عياله بينكل بزوجته اللي هي انفصلت عنه او حتى ما انفصلتش، يعني بيعذبها يعني بيضايقها. ايوه. ده لازم الدوله تاخد ضده اجراء. ايوه. لو الاب ده معصب ومش قادر يصرف
لسبب او لاخر هرجع تاني واقول فكره القروض الداعمه للاسره ميسره ولمده طويله، لانه موضوع الرؤيه والحضانه هو حق للطفل قبل ما يكون حق للاب والام. وبالتالي اللعب فيه هنا لازم اراعي واوزن فيه الحقين دول. انا مع فكره انه لو اب عنده الامكانيه انه ما يصرفش على اولاد، انه يصرف على اولاده وما صرفش، ده لا يستحق انه يبقى اب اصلا. انما الطفل ده النهايه علشان صحته النفسيه هو محتاج اب. انا بقى كدوله هقف فين في المساحه دي؟ تمام. طيب، نص القانون الجديد على ان يتم الحفاظ على الذمه الماليه لكل زوج، نصيب كل منهم في الثروة المشتركة اللي تكونت فترة الزواج، فضلا عن تقصير مدد الفصل في دعوى الأسرة واستحداث إجراءات للحد من الطلاق. الحقيقة برضو ده نص جيد جدا، لأنه في حساسية عالية لقضية الذمة المالية. وخدوا بالكم أنه في اللغة العربية الزوج هنا تشمل الاثنين، الزوج والزوجة. نعم طبعا. فهنا لما بيتكلم على انه يحافظ على الذمه الماليه لكل زوج، هنا كل حد هتبقى فلوسه اللي هو سواء ورثها من عيلته سواء عملها قبل الجواز هي مع بتاعته. لما اجي اتكلم على الفلوس اللي ما بعد الزواج، سواء الراجل عمل فلوس او الست عملت فلوس، هو الطرف الثاني دعمه بلا شك. يعني لو الست معاها فلوس ومتحققه في عملها، ده معناه انه نعم كان في دور مهم. راجل محترم ومتفاهم وداعم ليها. تمام. لو الراجل ده متجوز مثلا بمستوى اجتماعي عادي جدا وبقى عنده طفره ماليه كبيره، حتى لو الست ما كانتش بتشتغل، هي وفرت له الشريكه اللي تخليه يعمل ده. ففكره انه يبقى في ثروه مشتركه للاثنين، لانها كتير يقول لك ايه، طب ما هو انت بتتكلم عن الثروه المشتركه، ما يبقى يعني أنا عايزين تاخده من الرجاله. لا، ملهاش علاقه بان ناخد من الرجاله، هي ليها علاقه بفكره التضامن في شيء اتعمل سوا. لانه بنقابل ناس تبقى بقى لها 30 سنه، واحده ست مثلا 30 سنه ومتخرجه من جامعه وكان عندها فرصه عمل كويسه وقعدت علشان تهتم بالبيت وعلشان جوزها مشغول ويروح شغله وشغل الصبح وبعد الظهر، ولو عنده شركه بيكبرها وبتاع، ويجي بعد 30 سنه ولا 35 سنه والولاد كلهم كبروا واتجوزوا، يقول لها شكرا. يقول لها مع السلامه. بالظبط. وبالنسبه دي مش قضيه الطبقات البسيطه لا، بتلاقيها في كل الطبقات. يعني للاسف. مره واحده جايه تقول لي انا عايزه جوزي تجلي الفيلا ويعمل مش عارفه ايه، الولاد كلهم كبروا وهو عايز يروح يتجوز، ده فيلا ايه؟ القانون لا هيديكي فيلا ولا هيديكي عيشه حتى. ده انت مش حاضنها اصلا. فهنا فكره اننا نراعي. يعني بصي، القران عنده كلمه عظيمه. يعني مفتاح للعلاقات هو لا تنسوا الفضل بينكم. الله. ففكره انه في فضل ما بين الاثنين في استمرار علاقه ادت الى مستوى مادي معين، ما ينفعش بقى كل واحد يدي للتاني دوره ويقول له بالسلامه. تمام. طيب، هرجع لمساله الطلاق. وبعد ما قلت لك ان يكون توثيق الطلاق ما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب اي التزامات على الزوجه الا من تاريخ علمها به، كما منح صلاحيات جديده للقاضي للتعامل مع الحالات العاجله من اجل دعم الاسره، وسماح للقاضي بمخاطبه جهه عمل المطلق لمعرفة الدخل وتقدير النفقة، مع وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحد. بصي، ده بقى كلام محترم. ليه؟ أنت لما بترفعي دعوة نفق النهاردة، الست هي اللي تلف كعب داير علشان تدور على دخل الراجل ده. في ضوء الميكنة اللي احنا فيها دي، اولا حتى من غير الميكنة ده ما ينفعش وما يصحش، لان في ستات اصلا ما تعرفش فيها لا بيشتغل فين ولا بيكسب قد ايه، ولو عرفت له مصدر شغل واحد مثلا ما بتعرفش الباقي. بيشتغل في كذا جهه وما بتعرفش الباقي. طيب، هنا ما فيش حاجه بقى اسمها تحري وشيخ حاره والكلام اللي احنا بنشوفه من القرن اللي فات ده، يعني فعلا ما يصحش. لا يجوز ولا يجوز ولا يليق حد. ففكره ان القاضي خاطب رسميا، ده معناه انك هتلغي لي موضوع التحري، وده حاجه عظيمه.
ماشي؟ ان الخاطر على فكره احنا دلوقتي في بعض الجلسات بتلاقي القضايا لسه فاضيين، القاضي نفسه من كتر ما بتبقى يعني مشفق على الست ومن كتر القضيه ما طولت ومطت، وقضيه في النهايه هي نفقه يعني اكل وشرب بالقضية. نعم في جلسات احيانا يجي القاضي نفسه يقوم قايل لك الدايره، لانه دايره الاسره ثلاث اوضاع، الدايره تقول لك فواضين على طول. كان الاول يبقى المحامين مترددين ويقول لك ايه لا هنجيب، قلت لهم القاضي اللي يقول لك فوضني ده فوضه فورا، ده قاضي مشفق على الناس ان لازم ياكلوا ويشربوا. فده جزء كويس تقصدي؟ طبعا. والجزء الثاني اللي حضرتك ذكرتيه ايوه اللي هو تجميع كل القضايا قدام دايره واحده، هو الحقيقه المفروض يبقى قدام ملف في ملف واحد. أيوة. لان هو عمليا دلوقتي القضايا قدام دايره واحده، يعني مثلا بترفعي القضيه في الدايره، دايره الاختصاص اللي انت تبعها هي الدايره اللي انت ساكنه فيها. أيوة. فانت لو قدام مثلا انت ساكنه حضرتك في اكتوبر هتبقي قدام اسره اكتوبر. تمام. لكن ما زال عندي 15 قضيه، كل قضيه بتاخد جلسه في يوم غير الثاني. نعم. فالاساس واللي انا اعتقد انه محتاج مراجعه في النشر، الاساس ان تبقى مش الفكره انها القضايا قدام ده. القضايا في ملف واحد زي ما بنعمل في مكاتب المحامين الخاصه كده. نعم. دلوقتي بنعمل اتفاقات الطلاق بتبقى فيها قسمين، قسم للحقوق الزوجيه وقسم لحقوق الاطفال، وبنلم حوالي 19 20 نقطه فيها وتحكم جميعا. صحيح. وبنروح نعمل بيها صيغه تنفيذيه في محكمه الاسره. صحيح. ده اللي لازم يكون قدام المحكمة. واضح ان الدنيا مبشرة، يعني هيبقى في نسبة رضا، اتمنى هذا من صدور هذا القانون. استاذ يظل برضو التنفيذ، اليات التنفيذ طبعاً والاجراءات طبعاً طبعاً محتاجين نعرف عنها اكتر اكتر. اكيد اكيد، دي بعض الحاجات اللي كانت مهمة جدا اللي خرجت في خبر امبارح، كان مهمة قوي وجود حضرتك معانا لشرحها وان احنا ناخد رأيك فيها. شكرك فندم، شكرك، شكرا جزيلا. أستاذة نهاد أبو القمصان بشكرك، شكرا جزيلا.